السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم، وموعد يتجدد معكم والحلقة 571 من برنامجكم ملك كتابة. لقاء الاثنين اللي بيغيب عنا فيه النهاردة كمان المهندس عدل القيعي لوعكة صحية بسيطة، حابب أطمن حضراتكم عليه. تعرفين الفترة دي الهاجس اللي عند كل الناس فيروس كورونا، ربنا يحمينا ويحفظكم جميعا. مهندس عدل الحمد لله عمل تحليل أو مسحة لكورونا والحمد لله ثبت أنها سلبية، لكن طبعا محمد عدل القيعي ابنه كان عنده العينة إيجابية. الحمد لله محمد بقى حالته أحسن كتير وبيتعافى منها الحمد لله، لكن المهندس عدل لمزيد من الحذر والحيطة وأيضا الاطمئنان فضل أنه يريح كمان يومين عشان يرجع لكم الفترة اللي جاية بموفور الصحة والسعادة، لكن الحمد لله أن المسحة أثبتت أنه سلبي كورونا، فبنطمنكم عليه ويرجع لنا بألف سلامة إن شاء الله.